قريبين من بعض، وبالتالي الأسماء الكبيرة هذه ما في خوف عليها، دائما ما تعطي الإضافة. ولدينا كرة، الملك يتقدم أولا بكرة مخادعة تغيرت مسمياته منذ التأسيس، منذ عهد البدايات، منذ الأيام الأولى اختلفت المسميات، من النسور إلى الشرار إلى الاستقلال، لكن يبقى ملك الكرة القطرية واحد. الله على التسديدة المخادعة التي تسكن الشباك وتعلن عن تقدم الملك بهدف المباراة الأول في هذه اللحظات من خلال الدقائق. الكرات الماضية، لدينا كرة تقطع، حسين علي يتقدم، خطير سريع ولعيب، وممكن الآن عمري الثاني الثاني. الله، الملك يأمر والملك يتكلم ويتدلل في هذه الليلة، يتدلل عمري. الله على هدف على طريقة الكبار، ادحيل في وضع لا يحسد عليه، منذ فترة طويلة جدا لم يتأخرون بهدفين الدوري. شوف حسين، شوف المهاجم المشاغب المشاكس العراقي الذي قطع الطريق في هذه الكرة والذي مرر لأمري، شوف الفكر الكبير. الله، في اللحظات الأولى ذلك أمر ممتاز بالنسبة له، قلص الفارق الطوفان، قلص الفارق المعز، برأسه يسجل وبقدمه يسجل بكل الطرق الممكنة، يسجلون في توقيت مثالي وفي توقيت ممتاز، وذلك الأمر الذي لم يكن يتمناه سيد عبد الله مبارك. مين اللي سجل؟ لا والله ما هو المعز اللي سجل، هو دودو بالخطأ في مرماه بهذه الطريقة وبشكل مستمر. الكرة لعلي عفيف، يتقدم، ممتاز، عرضية، الله، هو من اصطدمت به الكرة وعانقت الشباك في هدف أول لنادي قطر، وهو من يعيدهم للمباراة في هذه اللحظات. بسام الراوي أمام تيهي، الاثنين يشبهون بعض، ولاعبي دحيل كلهم عندهم الإمكانيات اللي بإمكانه أن تعيدهم للمباراة. لا والله، نام تيهي هو من سجل القصير، يسجل براسه على غير العادة ويعيد دحيل في توقيت مثالي في منتصف الملعب، لمسة للأمام، الكرة في الجهة اليمين، عرضية عالية، الله، ريمونتادا الطوفان براس مونتاري الذي ارتقى عاليا فوق كل الرؤوس ليؤكد بأن دحيل مكانه القمة، مكانه عاليا، مكانه الصدارة رفقة السد. هدف يسجل في هذه اللحظات، وهنا حالة من التوتر في هذه اللحظات، لكن شوف الإعادة. الله على الحل، المفتاح، مفتاح العودة إلى القمة.